الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، لازلنا في الكلام على باب فضل الوضوء. قد تكلمنا عن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. كذلك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومن المسائل المتعلقة أيضا بالوضوء، قد نتكلم عن الحديث، فإن الوضوء يكون واجبا ويكون مستحبا في مواضع وحالات. قد ذكرنا من المواضع الصلاة، من المواضع التي يجب فيها الوضوء الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بالوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. الإيمان هنا المراد بها الصلاة. وأيضا جاء في أحاديث أخر أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور. فإذا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فهذه من المواضع التي يجب فيها الوضوء. الموضع الثاني الذي يجب فيه الوضوء الطواف، والموضع الثالث قراءة القرآن أو مس المصحف، مس المصحف. فهذه المواضع الثلاث التي المواضع الثلاثة التي يجب فيها الوضوء. فأما الأول الصلاة هذا واجب بالاتفاق، وأما الطواف فهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يصح الطواف إلا بالوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف يصح من غير وضوء لعدم الدليل القاطع الواضح فيها. ولكن على كل حال، حتى وإن كان هذا القول له وجهة وهو أنه لا يشترط للطواف الوضوء، إلا أن الاحتياط بلا شك ولا ريب أن الإنسان لا يطوف إلا متوضيا. والحالة الثالثة هي مس المصحف. والآن عندنا مسألتان: المسألة الأولى مس المصحف، الثانية قراءة القرآن. فأما قراءة القرآن فلا يشترط لها الطهارة، فتستطيع أن تقرأ القرآن وأنت لست متوضيا. أما مس المصحف، أنك تمس المصحف، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. من أهل العلم من يقول يجب له الوضوء، ومنهم من يقول لا يجب فيه الوضوء. والصواب في هذا أنه لا يجب، الصواب فيها أنها لا يجب، ولكنه يستحب، يستحب. وهذه المواضع الثلاثة هي التي تكلم فيها أهل العلم على الوجوب في مسألة الوضوء. أما المواضع التي يستحب فيها الوضوء فكثيرة، المواضع التي يستحب فيها الوضوء كثيرة، منها الطواف. عند من لا يرى أن الوضوء للطواف واجبا، يرى أنه مستحب، يرى أنه مستحب. وكذلك قراءة مس المصحف، مس المصحف عند من يرى الوجوب يرى الاستحباب. والموضع الثالث عند قراءة القرآن، يستحب عند قراءة القرآن يكون الإنسان على طهارة، يستحب ولا يجب. وأيضا من المواضع التي يستحب فيها الوضوء عند النوم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المواضع التي يستحب فيها أيضا الوضوء، الوضوء لكل صلاة، حتى وإن كان يعني المرء متوضئا يستحب له أن يجدد الوضوء عند كل صلاة. وأيضا من المواضع التي يستحب فيها الوضوء أن يكون المسلم على حالة الطهارة في كل أحواله، يعني كل من انتقض الوضوء توضأ، كما جاء في حديث بلال. وأيضا من المواضع التي يستحب فيها الوضوء أيضا إذا أراد معاودة الجماع لأهله، إذا ما أراد معاودة الجماع لأهله فيستحب له بين الجماعين وبين كل جماع أن يتوضأ، فهذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض المواضع التي يستحب فيها الوضوء. قد تكون هناك مواضع ولكن غابت عنا، ولكن هذا ما نذكره الآن. ثم قال هنا رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء
خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعنه عن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، رواه مسلم. هذان الحديثان حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه فيهما أن من توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر له خطاياه في مواضع الوضوء التي يتوضأ فيها المرء. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أنك مع كل وضوء تتكفر لك الخطايات، تتكفر لك الخطايا. فهنا في حديث عثمان الأول قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى في هذه الأماكن الدقيقة. فهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أنك تتطهر طهارة حسية، وهذه الطهارة الحسية ترتفع لك فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات، فضل من الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا في أول الكلام على هذا الباب أن إذا كان هذا الوضوء بهذا المثابة فكيف بما يتوضأ له من الصلاة، فإنها أعظم وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم خرجت الخطايا من جسده، هذا عموم من كل أنحاء جسده، يعني في كل موضع في الجسد فيه خطيئة ومعصية تخرج منه. في الحديث الآخر مخصص بماذا؟ بمواضع الوضوء. ولكن هل يحمل العام على الخاصة والخاصة على العام؟ نقول فضل الله واسع، فالوضوء مكفر لجميع الخطايا التي تكون في الجسد. ولكن الخلاف الذي وقع بين العلم هل هذه الخطايا في الكبائر أم في الصغائر؟ أكثر العلم على أنها في الصغائر ولا تشمل الكبائر، لأن الكبائر لابد فيها من توبة. وذهب بعض العلم إلى أن هذه الأحاديث كلها عامة للصغائر وللكبائر، ولكن كلام أكثر العلم على أنها في الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال: من توضأ، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني كانت الصلاة التي يصليها والمشي إلى المسجد زيادة له في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا فائدة أنك تتوضأ قبل أن تذهب، لا تأتي إلى المسجد وتوضأ، توضأ في مكانك في بيتك حتى تحسب لك الخطوات، لأن الحديث مقيد بالوضوء. إذا خرجت من المسجد لا تريد إلا إذا خرجت من البيت لا تقصد إلا المسجد وخرجت على طهارة، فكل خطوة ترتفع بها درجة وتحط عنك خطيئة. أما إذا خرجت من غير وضوء لك أجر المشي إلى المسجد، لكن ليس لك هذه الفضيلة الخاصة، وهي أن مع كل خطوة تغفر لك خطيئة وترتفع لك درجة. فإذن عليك أن تحرص أن يكون وضوءك من البيت، إن لم يحصل ما في بأس تتوضأ في المسجد أو في مكان آخر، لكن احرص على مثل هذه الفضائل العظيمة، فهي أعمال يسيرة ولكن أجرها عند الله عظيم. وهنا في قوله رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي، هنا فيه فائدة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان يقول توضأ مثل وضوئي، يعني أن عثمان توضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. فيفيد ماذا؟ المتابعة. فالعبادات كلها لا تصح ولا تقبل عند الله إلا إذا كانت كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا. إذن لابد من المتابعة في العبادات، ولذلك لم يبعث الأنبياء والرسل إلا من أجل أن يتابعوا. أما أن يأتي المرء بطريقة معينة للعبادة والطاعة فهذا جعل نفسه ندا للأنبياء والرسل. ثم قال رحمه الله ونختم به حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، هذا الحديث الذي جاء في أعضاء الوضوء في تكفير الخطايا فيما يختص بأعضاء الوضوء،
قال إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يده وغسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. ولا شك أن هذا حديث عظيم، وهو واضح المعنى في الوضوء أنه يكفر الخطايا حتى يخرج المرء من خطاياه نقيا، وهذه فضيلة عظيمة لهذه العبادة الجليلة. ولكن هنا مسألة متعلقة بهذا، في قوله صلى الله عليه وسلم قال كل خطيئة نظر إليها، وفي يدي قال بطشتها ومشت إليها قال مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا يحتمل أنه شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مع الماء أو مع آخر قطر الماء؟ وإذا كان رواة الحديث يتحرزون، إذا لم يضبط اللفظة قال أو من باب الشك حتى تبرأ ذمته. وهنا استدل بعض العلماء أنه يستحب أنك لا تمسح بعد الوضوء، يعني لا تنشف الأعضاء بعد الوضوء، أنك لا تنشف بعد الوضوء. وقد مرت علينا هذه المسألة في دروس سابقة، ولكن هذا الفريق استدل بسنية عدم تنشيف الأعضاء بمثل هذا الحديث، قالوا بأن الخطايا تذهب مع الماء أو مع آخر قطرة تنزل منك مع الماء، فيستحب لك عدم التنشيف حتى تنقى من الذنوب والخطايا، وإن نشف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. ولكن هذا مما استدل به بعض أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.